السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي طالبات الصف العاشر. اليوم بإذن الله تعالى سوف نبدأ معا دروس الوحدة الأولى جغرافيا بعنوان الموارد الاقتصادية في العالم. الدرس الأول الأنشطة الاقتصادية والتنمية المستدامة. درسنا اليوم الزراعة. رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. في البداية طالباتي العزيزات سوف نتناول قيمنا التربوية، قيمة الشهر الابتكار، أما قيمة الأسبوع فهي التسامح. التسامح ابنة الحبيبة زينة الفضائل، وهو من خلق المسلم، ودولة قطر الحبيبة دولة عربية إسلامية تتمسك بالقيم والفضائل الدينية والتي تعبر عن هويتها العربية الإسلامية الأصيلة. أهداف الدرس: أولاً، تحدد الطالبات التحديات التي تواجه النشاط الزراعي في دولة قطر. ثانياً، توضح الطالبة جهود دولة قطر من أجل تحقيق تنمية القطاع الزراعي. ثالثاً، تقارن الطالبة بين أنواع الزراعة في دولة قطر. رابعاً، تعدد الطالبة أهم المحاصيل الزراعية في دولة قطر. التمهيد: طالباتي العزيزات، لقد ركزت دولة قطر في العقد الأخير على عملية تنويع مصادر الدخل، وذلك لتعزيز اقتصادها القومي كجزء من رؤية قطر 2030، ولذلك اهتمت بالأنشطة الاقتصادية كافة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، واهتمت بالأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. بناتي الحبيبات، ما المقصود بالأمن الغذائي؟ الأمن الغذائي هو توفير الغذاء لمواطني الدولة من خلال إنتاجها المحلي بما يكفي حاجة السكان أو يزيد عليها. الهدف الأول: تحدد الطالبة التحديات التي تواجه الزراعة في دولة قطر. أولاً، الزراعة. بناتي الحبيبات، لاحظي معي الجدول الموضح أمامنا والذي يوضح نسبة المساحات المزروعة وغير المزروعة بدولة قطر. بملاحظتك الجدول ابنتي الحبيبة، نجد الآتي: أن هناك أراضي مزروعة تمثل 1% من مساحة دولة قطر، وأراضي غير مزروعة ولكنها قابلة للزراعة وتمثل نسبة 5% من أراضي دولة قطر. أما الأراضي الغير صالحة للزراعة فتمثل نسبة 94% من مساحة دولة قطر، مما يؤدي إلى أن النشاط الزراعي يواجه عدة مشكلات وتحديات التي تعيق الاكتفاء الذاتي. هيا بنا ابنتي الحبيبة نتعرف على تلك التحديات التي تعيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعي. عزيزتي الطالبة، استعيني بجدول الرموز الموضح أمامك لتصلي معي إلى التحديات التي تواجه النشاط الزراعي في دولة قطر. أولاً، ثانياً، ثالثاً،
رابعاً، مع بناتي الحبيبات نستخدم الرموز في التوصل إلى التحديات والمشكلات التي تواجه النشاط الزراعي في دولة قطر. 1- قلة الأراضي القابلة للزراعة. 2- موقع دولة قطر الصحراوي. 3- ارتفاع ملوحة المياه الجوفية. 4- قلة الاستثمار في قطاع الزراعة. مرة أخرى بناتي الحبيبات، ما هي المشكلات والتحديات التي تواجه النشاط الزراعي في دولة قطر؟ أولاً، قلة الأراضي القابلة للزراعة. 2- موقع دولة قطر الصحراوي. 3- ارتفاع ملوحة المياه الجوفية. 4- قلة الاستثمار في قطاع الزراعة. الهدف الثاني، توضح الطالبة جهود دولة قطر من أجل تحقيق تنمية القطاع الزراعي. بناتي الحبيبات، تبذل دولة قطر جهوداً كبيرة من أجل تحقيق تنمية القطاع الزراعي. مع بناتي الحبيبات نتعرف على تلك الجهود. اذكري جهود دولة قطر في تحقيق التنمية الزراعية. أولاً، إنشاء المحميات الزراعية. تعمل دولة قطر على إنشاء العديد من المحميات الزراعية، وذلك من أجل زيادة الإنتاج الزراعي. 2- جذب رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في قطاع الزراعة. تقوم دولة قطر بجذب رؤوس الأموال من رجال الأعمال الوطنيين القطريين لاستثمار أموالهم في تنمية قطاع الزراعة. 3- تقديم الدعم اللازم لتنمية المنتج المحلي، وذلك بناتي الحبيبات من خلال عقد عدة برامج ومؤتمرات لدعم الإنتاج المحلي. 4- دعم الحكومة للمبادرات الزراعية مثل مشروع الإحصاء الزراعي ومبادرة اكتفاء. تطبيق مبدأ الاستدامة في القطاع الزراعي. بناتي الحبيبات، تسعى دولة قطر لتطبيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وذلك لتحقيق 3 مبادئ رئيسة، وهي: بناتي الحبيبات، قبل التعرف على مبادئ تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، هيا معا نتعرف على مفهوم التنمية المستدامة. التنمية المستدامة هي تلك التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة، أي أن هدف التنمية المستدامة هي الحفاظ على الموارد الموجودة حتى تلبي احتياجات الأجيال القادمة. مبادئ التي تحقق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي: أولاً، المحافظة على التربة. 2- رفع كمية وجودة الإنتاج الزراعي. 3- المحافظة على مصادر المياه وتنميتها. الهدف الثالث، تقارن الطالبة بين أنواع الزراعة في دولة قطر. أنواع الزراعة في دولة قطر: أولاً، الزراعة المكشوفة، وتعرف بزراعة الحقول المفتوحة، وتمثل الزراعة المكشوفة النسبة الرئيسة للزراعة في دولة قطر حالياً. ومن أبرز محاصيل الزراعة المكشوفة الأعلاف والخضروات والحبوب. 2-
الزراعة المحمية. ظهرت الزراعة المحمية في قطر منذ عام 1976 ميلادي، ومن أبرز المحاصيل التي يتم زراعتها في هذا النوع الخيار والطماطم والفلفل وزهور الزينة. الهدف الرابع، تعدد الطالبة أهم المحاصيل الزراعية في دولة قطر. أهم المحاصيل الزراعية في دولة قطر، طالباتي الأعزاء، يوضح الجدول الموجود أمامنا نسبة إنتاج المحاصيل في دولة قطر وأيضا نسبة الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل. أولا الحبوب، نسبة الإنتاج 3%، نسبة الاكتفاء الذاتي 6.7%، الأعلاف الخضراء نسبة الإنتاج 54%. من جملة المحاصيل الزراعية الموجودة في دولة قطر نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء 28.4%، الخضروات نسبة الإنتاج 19%، نسبة الاكتفاء الذاتي 12.3%، الفاكهة نسبة الإنتاج 2%، نسبة الاكتفاء الذاتي 5%، النخيل نسبة الإنتاج 22%، نسبة الاكتفاء الذاتي 83%. بملاحظة الجدول نستنتج بناتي الحبيبات أن أكثر المحاصيل إنتاجاً في دولة قطر هي الأعلاف الخضراء، يليها إنتاج النخيل، يليها الخضروات. يوضح الرسم البياني أمامنا نسبة إنتاج المحاصيل الزراعية في دولة قطر، الأعلاف الخضراء 54%، يليه النخيل بنسبة 22%، يليه الخضروات بنسبة 19%، يليها الحبوب بنسبة 3%، وأخيرا الفاكهة بنسبة 2%. الغلق الختامي، ابنتي الحبيبة اذكري التحديات التي تواجه النشاط الزراعي في دولة قطر. ابنتي الحبيبات، بذلك نكون قد انتهينا من درس اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.